زي ما يعني كمان يعني بالمناسبه والشيء بالشيء يذكر، لو حضراتكم متابعينا باستمرار هتلاقوا ان احنا تقريبا ما فيش حلقه او ما فيش يوم بيخلو من خبر اما عن وزاره الشباب والرياضه او السيد الوزير كان بيحضر فعاليه من فعاليات. بالمناسبة استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشاب إبراهيم عبد الناصر، وطبعا ده المعروف إعلاميا باسم بائع الفريسكا، الشاب المصري الجميل المبهر الحقيقة الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة. وخلال هذا اللقاء هنأ السيد وزير الشباب والرياضة الشاب إبراهيم عبد الناصر على تفوقه العلمي وعلى النجاح في دراسته وكمان على كفاحه في العمل، وده اللي في نهاية المطاف خلاه بالمعنى الحرفي نموذج إيجابي ومشرف للشاب المصري داخل المجتمع. كمان أهدى السيد وزير الشباب والرياضة للشاب إبراهيم عبد الناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية دراجتك صحتك، وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على الوقوف بجانب كل شبابها وتقديمه كنموذج مثالي لكل الشباب المصري.